كسب القلوب بحبه، أسرى النفوس بخلقه، أبكى الأنام بشوقه، صلوا عليه وآله. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد، يا رسول الله محمد. كان صلى الله عليه وسلم أصبر العباد على التعبد والاجتهاد، لو كان صبر الناس جسما لم يكن لكماله إلا مكان الرأس. صبر صلى الله عليه وسلم على عبادة ربه صبرا يبقى، لا يضل المتصف به ولا يشقى، فهو في تعبده عجب يعجب منه العجب، ولا عجب حين نعلم أن الله أمده بطاقة لا يدانيها طاقة أحد من البشر. تجلى صبره في استقامته على أمر الله ومواصلة العبادة في الحضر والسفر والصحة والسقم والسلم والحرب والسر والعلن، عبادة دائبة يقوم معها بشؤون أهله وأمور دولته ومصالح دنياه وآخرته، مع خشوع وحسن أداء لا يطمح بشر إلى بلوغ مثله. فقل للذي يسمو لذيل غباره: ظلمت العتاق الشيظميات فارفقي، وقرة عينه شاهدة، ما زال يقوم الليل حتى تفطرت قدمه. جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا. كيف كان خشوع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف علمنا الخشوع في الصلاة؟ وكيف نحن في صلاتنا أيها الإخوة التي نؤدي في اليوم منها 5 فروض، كيف نصلي؟ فكثير من الناس يدخل في صلاته لا يدري كيف دخل في الصلاة، ثم يخرج منها ما يدري كيف خرج من الصلاة. يدخل في صلاته وقلبه يجول في بحار الدنيا وأهوائها وشهواتها، ولا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خاشعا في صلاته، فكيف كان خشوعه؟ ثم كيف بيّن هذا الأمر لأمته صلى الله عليه وسلم؟ فنحن يجب أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. تسأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله وفي بيته، فقالت رضي الله عنها: كان إذا سمع الصارخ وثب. وما قالت قام، قالت وثب. إذا سمع الصارخ أي إذا سمع صوت الديك يثب عليه الصلاة والسلام، ثم يقوم يصلي لله. فتقول في إحدى الروايات: فكان إذا قام يصلي يقف بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، ثم يركع مثل ذلك، ثم يرفع بمقدار ركوعه، ثم يسجد بمقدار قيامه. وكانت تقول رضي الله عنها: كان يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 كذلك فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. هكذا كانت صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، وقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا. توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به، ترقى أبواب الجنان 8. إذا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه، كان يظهر أمامه بأجمل صورة تليق بمن يسأل ربه شيئا، ففيها كل تذلل وانكسار يليق بالعبد الذي يطلب من سيده. فكيف كان يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه؟ كان يرفع يديه حتى تكون بموازاة كتفيه. فإذا دعوت ربك فلا تجعل يدك منخفضة إلى مستوى البطن، بل بمحاذاة الكتف. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا ربه يضم يديه بعضهما إلى بعض، ولا تكون مفرقة كما يفعل البعض. وكانت يده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعاء باطنها للسماء وظاهرها إلى الأرض.
ووجهه يكون مقابل باطن كفه صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الوضعية في الدعاء هي الشكل الأنسب لمن يطلب من إلهه، فيفتح العبد يديه وينتظر أن يضع ربه فيهما ما يريد. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى لا بد أن يضع فيهما شيئا، ولا يستحب للإنسان أن يرفع بصره للسماء أثناء الدعاء، بل من كمال الأدب أن يكون بصره إلى الأرض. وأما إذا اشتد الكرب وفي حال الحاجة الشديدة، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستغيث فيرفع يديه كثيرا، كما حدث له في معركة بدر، حيث قد رفع يديه إلى السماء عاليا حتى سقط الرداء عن كتفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد خلقا مع أهله، يدخل على عائشة رضي الله عنها فيدلف الباب، فمرة يقول يا موفقة، ومرة يقول يا عائش، ومرة يقول يا حميراء، بل تجاوز لطفه وكرمه وأخلاقه إلى أحفاده من أهله. أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود كما ذكر الصحابة، يقول أحدهم حتى ظننا أنه قبض، يعني مات من شدة طول سجوده. فلما انتهى من الصلاة سألناه فقال إن ابني هذا ارتحلني وإني كرهت أن أعجله. قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله. مر بنا يا أحبة يا كرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فأنت ترى القرآن جليا ظاهرا في جميع جوانب شخصيته عليه الصلاة والسلام، وفي جميع جوانب حياته بأبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك صلته لرحمه، فقد أمر الله عز وجل بوصل الأرحام، بل ورتب العقوبة على من قطع رحمه، بل إن الله عز وجل لعنه وطرده من رحمته وقرنه بالمفسد في الأرض. وجاء في الحديث القدسي أن من وصل رحمه فإن الله يصله، وأن من قطع رحمه فإن الله يقطعه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أوصل الناس بأرحامه، فمن وصله عليه الصلاة والسلام بأرحامه أنه كان يعرف أنساب العرب ليكون ذلك عونا له على صلة رحمه، وكان عليه الصلاة والسلام يربي أبناء عمومته عنده صلى الله عليه وسلم، والوصل يكون أعظم أجرا عندما تصل أنت من قطعك وتحسن لمن أساء إليك من رحمك. يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد. لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن العلاقة مع الجار علامة للإيمان، ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ومن صور الإحسان بين الجيران التهادي بينهم وتفقدهم بالطعام، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، وينبغي ألا يحقر الجار هدية جاءته من جاره مهما كانت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالجار، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فقد أحدا من جيرانه يتفقدهم صلى الله عليه وسلم. وما قصة اليهودي عنكم ببعيد، هكذا كان النبي المختار يوصينا بحق الجار، أخذا بوصية جبريل عليه السلام الذي كان يكثر من وصية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيجعل له نصيبا من الميراث. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني
بجيرانه. محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي. كيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وفق ما أمره الله تعالى به، فقد قال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه الآية حثت النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ثلاثة في معاملة أصحابه: الأمر الأول الرحمة واللطف بهم والتجاوز عنهم، وهذا كان سبيل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن صور رحمته أنه كان رفيقا بهم، صابرا على تعليمهم أو جفاء بعض من اعتاد على شيء من ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. ومن صور رحمته بهم أنه كان كثير التبسم في وجوههم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. رواه البخاري. وعن عبد الله بن الحارث قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يظهر غضبه وشدته إلا فيما تقتضيه مرضاة الله تعالى ويحفظ لأصحابه دينهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإن كان الإثم كان أبعدهما منه، والله من تقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. رواه البخاري. الأمر الثاني أنه كان يستغفر لأصحابه ولمن أغضبه أو أثار حفيظته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. الأمر الثالث أنه كان يشاور أصحابه. يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أما مبرتهم فأن نحسن إليهم، وأما الإقساط إليهم فأن نعاملهم بالعدل. ومعاملة الإنسان لغيره لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن يعامل بالإحسان، وإما أن يعامل بالعدل، وإما أن يعامل بالجور. فالمعاملة بالجور محرمة حتى على غير المسلمين، لا حتى في حق غير المسلمين لا يجوز لك أن تعاملهم بالجور والظلم. حتى إن ابن القيم رحمه الله لما تكلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، قال: هذا إذا قالوا السلام غير واضح، بحيث يحتمل أنهم قالوا السام. أما إذا قالوا السلام عليكم بلفظ صريح فإنك تقول وعليكم السلام بلفظ صريح، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال إن هذا هو مقتضى العدل. وأما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فقد بين صلى الله عليه وسلم علته في حديث ابن عمر، قال: إن
اليهود أو قال أهل الكتاب يقولون السلام عليكم، فإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام علة هذا الحكم. على هذا نقول إنه لا حرج إذا سلموا علينا بلفظ صريح أن نرد عليهم السلام بلفظ صريح، وإذا هنؤون بشيء أن نهنئهم نرد عليهم التهنئة، لكن تهنئتهم بشعائر دينهم محرمة بكل حال، كما لو هنأناهم بعيد الميلاد أو غيره من أعيادهم فإن هذا حرام، لأن تهنئتهم بشعائر الكفر معناه الرضا بهذه الشعائر لهم. وكما أنه لا يجوز أن تهنئهم على شرب الخمر وغيره مما يحرم، فكذلك لا يجوز أن تهنئهم بشعائر دينهم. وأما إجابة دعوتهم ففيها تفصيل، إن كان في ذلك مصلحة ودعوة للإسلام فلا حرج في ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، وإن كان فيها محذور شرعي من مودتهم ومحبتهم والميل إليهم والرضا بكفرهم فإن هذا لا يجوز، لأن صلاح القلوب أمره مهم جدا، والقلب إذا مال أو رضي بكفرهم إذا مال إليهم أو رضي بكفرهم فإنه على خطر عظيم. ولهذا قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل أنه كان لا يكثر في تناول الطعام، كانت تمر عليه الأيام الطويلة دون أن يطبخ في بيوت نسائه شيئا، ويكتفي بالخبز الذي كان أكثر أكله. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم غسل اليدين قبل الطعام وبعده، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده ريح غمر وأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، رواه أبو داود. ومعنى الغمر دسم ووسخ وغيرها من الشحوم. أما عن صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم على مائدة الطعام فقد كان يجثو على ركبتيه عند الأكل، أو ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل على الأرض ولا يتخذ مائدة، فقد روى ابن عباس رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، رواه الطبري. وكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل متكئا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا أكل متكئا، رواه البخاري. ومعنى المتكئ هو المعتمد على الوسادة تحته. وكان لا يأكل صلى الله عليه وسلم منبطحا، ومعنى منبطحا أي مستلقيا على بطنه ووجهه، فقد جاء النهي عن ذلك كما روى ابن ماجه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن أو اللي هو الأكل أن يسمي الله تعالى في أول طعامه ويحمد الله في آخره. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله عليه، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، رواه أبو داود. ثم أن من هديه صلى الله عليه وسلم الأكل باليمين ومما يليه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، رواه مسلم. وثبت عن عمر بن أبي سلمة قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. وكان من هديه
صلى الله عليه وسلم في تناول طعامه أنه يأكل بأصابعه الثلاثة، وكان يلعقها إذا فرغ من طعامه. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، فإن فرغ لعقها. رواه مسلم. نبي الهدى كان سلوكه هديا وأفعاله يحتذى بها، وفي أبسط الأشياء كانت مقاصده عظيمة، ومن ذلك سنته في المشي. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: المشية عشرة أنواع، أحسنها وأسكنها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، والصبب هو الحدور، والمقصود هنا ما ينحدر من الأرض. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى مشى مشيا مجتمعا، يعرف أنه ليس بمشي عاجز ولا كسلان. كيف كان نومه صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الفراش تارة، وعلى النضع تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة بين رماله، وتارة على كساء أسود. قال عباد بن تميم عن عمه: رأيت رسول الله مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. رواه البخاري ومسلم. وكان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما، وكان يقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. وكان ينام على شقه الأيمن، ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول: أذكار النوم. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت مت على الفطرة، فاجعلهن آخر ما تقول. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ويقول: باسمك اللهم أموت وأحيا. ويقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. فكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقة، حيث كان جسده متكاملا متناسبا حسنا جميلا. فكان صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا القصير، بعيد ما بين المنكبين، رحب الصدر، ضخم الأعضاء مع تناسبها. وكان صلى الله عليه وسلم وجهه أحسن الوجوه، أزهر اللون، مشربا بحمرة، مستديرا مع سهولة الخدين. وكان صلى الله عليه وسلم أكحل العينين، أدعجهما، أسبغ الحواجب في غير قرن بينهما. وكان صلى الله عليه وسلم دقيق الأنف، أقنى العرنين، حسن الفم، مفلج الأسنان، براق الثنايا، كث اللحية، حسنها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه:
وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، توفى الله نبيه وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، إنما كان شمط عند العنفقة وفي الصدغين والرأس يسيرا. وكان صلى الله عليه وسلم يتخذ شعر رأسه أحيانا يبلغ شحمة أذنيه وأحيانا يبلغ منكبيه. وكان صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يسدله، ثم عدل إلى تفريقه على جانبي الرأس. أيها المسلمون، هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم، بل من صفاته الخلقية، ذكرناها لفائدة عظيمة، وهي أن بعض الناس يرى في المنام رجلا فيقع في قلبه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصبح يحدث الناس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان هذا الرجل الذي رآه على الصفة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل به. أما إذا كان على صفة غير صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي هو عليها، فليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من رأى غيره من الناس، فإنه من الجائز أن يكون الشيطان قد تمثل به، لأن الشيطان قد يتمثل للإنسان في المنام بصورة أبيه الميت أو الحي أو أحد من أقاربه أو أصحابه، وليس هو إياه. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم مرارا وتكرارا هو أكمل البشر، وكان من كماله عليه الصلاة والسلام أنه كان بارا بوالديه، ولم يجعله ربنا عز وجل جبارا عصيا شقيا، فكانت هذه المشاعر تظهر عليه. دفنت أمه بالأبواب، منطقة بين مكة والمدينة، وهي أقرب إلى المدينة، وكان في زيارة مرة لتلك المنطقة وهو ذاهب إلى عمرته عندما حصل صلح الحديبية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. الآن انظر إلى هذه الواقعة، النبي عليه الصلاة والسلام توفيت أمه وهو ابن 6 سنين، ومعظم وقته قضاه بعيدا عنها عند حليمة السعدية رضي الله عنها التي أرضعته وربته، فما يذكره عن أمه عليه الصلاة والسلام لا يكاد يذكر. ومع ذلك الحب الفطري، الشفقة، البر بالوالدين كان على أكمله صلى الله عنده صلى الله عليه وسلم. فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. أخرجه الإمام مسلم. ولذلك لو أخذنا جولة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنرى مدى تأثير القرآن في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لوجدنا في ذلك عجبا. تأمل معي، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يصف لنا شيئا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فافتتح سورة البقرة، فقلت: يركع عند 100، ثم مضى، فقلت: يركع آخرها، ثم مضى، ثم افتتح سورة النساء، ثم مضى، ثم افتتح سورة آل عمران، ثم مضى، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة: فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها استعاذة استعاذ بالله جل وعلا، فكان يتفاعل ويتدبر لهذا القرآن العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. القلوب إذا خشعت ولانت رقت، وإذا رقت القلوب فبكت من خشية علام الغيوب، فهذا دليل على إرادة الله جل وعلا الخير بها. القلوب إذا رقت وخشعت من كلام علام الغيوب جل وعلا، فهذا دليل
على أن الله سبحانه وتعالى أراد بها الخير، وأعظم ما يجعل القلوب رقيقة مطمئنة آمنة هو أنها تعيش مع هذا القرآن العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في كل أحواله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيضا من تدبر القرآن الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم ما تصفه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف الناس بأحواله، فكانت تقول رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وهذه رسالة لأهل القرآن، لأبنائنا حفظت كلام الله جل وعلا، الذين شرفهم الله بالقرآن، الذين أنار الله قلوبهم بكلامه جل وعلا، الذين أعلى الله مكانهم ورفع منارهم بهذا القرآن العظيم، نقول لهم كونوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: وإنما كان خلقه القرآن لأنه حكم القرآن على نفسه، حكم القرآن على نفسه، فصار في حياته وفي قوله وفي فعله عليه الصلاة والسلام موافق لكلام الله سبحانه وتعالى. القرآن له أثر عظيم على نفس المسلم، لكن أثر القرآن إذا خيم الليل بظلامه ونام الناس يختلف كثيرا، ولذلك أمرنا الله جل وعلا وشرع لنا قيام الليل ليناجي فيه العبد ربه سبحانه وتعالى. تأملوا معي في هذا الموقف، يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: ولقد رأيتنا ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي تحت شجرة وهو يبكي عليه الصلاة والسلام. وهنا أريد أن أنبه على قضية مهمة، بعض الناس يقولون القضية أصبحت كأن الكلام مرتبط بالحزن والقرآن، لا، هذا البكاء ليس حزنا ولكنه بكاء المحب لربه جل وعلا. ولذلك يفرق الإنسان بين البكاء الذي يكون في الدنيا لأجل الدنيا وبين البكاء الذي يكون من خشية الله. البكاء الذي يكون من أجل الدنيا يجد الإنسان معه ضيق وظلمة وهم وغم في صدره، بينما البكاء الذي يكون من خشية الله فلا بد أن يعقبه راحة وفرح وسرور في قلب الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام كان ليلة مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه ويصلي ويقرأ ويبكي بكاء عظيما، حتى دخل عليه بلال ليؤذنه بالصلاة، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يبكي بكاء عظيما، فقال: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا بلال، لقد أنزل علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. القرآن له تأثير عظيم في تهذيب النفوس وفي إصلاحها. وإذا ما أردتم أن تنظروا إلى أثر هذا القرآن، فانظروا أيضا إلى أثره على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. كيف كان عمر رضي الله عنه قبل القرآن، وكيف أصبح بعد القرآن؟ كيف كان صحابة رضوان الله عليهم يعيشون حياتهم قبل القرآن وبعد القرآن؟ يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد، يا رسول الله محمد، يا حبيب الله محمد، يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين. أما عن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وبكائه عليه الصلاة والسلام، كان يضحك مما يضحك منه، وكان كثير التبسم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إذا ضحك فقد تظهر نواجده، أي بداية أسنانه عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بكائه لم يكن بالصراخ ولم يكن بالعويل، كان إذا بكى يسمع له أزيز كأزيز المرجل صلى الله عليه وسلم، وكان إذا بكى تدمع عيونه حتى تبل لحيته صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يبكي شفقة على أمته وشفقة على أصحابه ورحمة بهم. ولما مات ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب عليه الصلاة والسلام. محمد يا حبيب الله، يا نبي الله.
حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه كان في الصيام وفي جميع العبادات هو الأسوة الحسنة والمثال الأعلى، به نقتدي وننظر إليه كأنموذجا نحتذي به صلوات ربي وسلامه عليه في جميع العبادات والمعاملات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى يقال أنه لا يفطر، وذلك لكثرة صيامه، وأيضا كان يفطر حتى يقال أنه لا يصوم، وذلك لرفقه صلوات ربي وسلامه عليه بأمته، فهو القدوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الصوم، وكان يصوم عليه الصلاة والسلام الأيام البيض، وكذلك الاثنين والخميس، وكذلك شهر شعبان، وكذلك جاء عنه الفضل في صيام شهر محرم. هذا فيما يتعلق بالصيام المسنون المندوب المستحب. أما الصيام الذي أوجبه الله على جميع العباد، صيام رمضان، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس في رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام يصوم صياما كاملا، كان صيامه إيمانا واحتسابا، وكان يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكان يقول: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، لم يملأ صدره هول قط، وما كر إلا كان أول طاعن، ولا عاينته الخيل إلا اقشعرت. الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه لما أراد أن يحج نادى في الناس، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه وفود مثلا إلى القبائل وإلى من كان قريبا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يحج، فمن أراد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلحق. فجاء الناس من كل الأماكن القريبة من المدينة، حتى إنهم ضربوا لهم خيام خارج المدينة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فخرج في أواخر شهر ذي القعدة، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا المكان اللي هو الجحفة، إلى أوادي العقيق، فقال: عمرة في حجة، إن جبريل أمرني أن أحرم من هذا الوادي المبارك. فسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أحرم من هذا الوادي المبارك قارنا بين العمرة والحج، وبدأ الحبيب صلى الله عليه وسلم التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسار النبي صلى الله عليه وسلم وسار الناس في ركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كلما مر على شعب أو على طريق يجد أن هناك وفود تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلمنا اليسر والرحمة. فإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلة وكان هناك من يمشي، فربما المشاه سبق النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يسرع، فسيدنا النبي يقول: عليكم بالسكينة، فليس البر بالإيضاع، لنعلم أن رحلة الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت كلها رحمة، والإيضاع اللي هو الإسراع، يعني لا ترهقوا أنفسكم. فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وصل وبدأ طواف القدوم صلى الله عليه وسلم، وسعى وأمر أصحابه الذين لم يكونوا قد ساقوا الهدي أن يتحللوا بعمرة. لماذا؟ تيسيرا عليهم، وليعلمنا أن هذا جائز وأن هذا جائز. وهناك من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفرد، لذلك تجد العلماء تحيروا فيه. إذا الأمر فيه سعى، يعني الأمر فيه سعى، نعم. حتى إن في فارق في التفضيل كمان، فيه فارق في التفضيل، هل أيها أفضل؟ وهناك ثلاثة آراء، منهم من قال أن القران أفضل لأنه فعل النبي، ومنهم من قال أن التمتع أفضل لأنه أمر النبي، ومنهم من قال أن الحج أفضل أو الإفراد لأنه انفرد بوقت وحده فأنت تؤديه طاعة لله تبارك وتعالى. أفقيرا كان أم غنيا صلوات الله وسلامه عليه. نعم، إن نظرت إلى ما اجتمع بين يديه من المال فغنى والله وإن غنى
وإن نظر إلى التقلل في الحياة والإعراض عنها وأنه ولاها ظهرا وأقبل على شيء كبير عظيم جليل هو الله والدار الآخرة، نظرت إلى حياتي فقط في حياته عليه الصلاة والسلام ودنياه التي خرج منها وليس بيده منها شيء صلوات الله وسلامه عليه. يقول رحمه الله: تجد أنه قد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد وحلت له الغنائم وفتح عليه بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب، جلبت إليه الأخماس والجزية والصدقات، أخماس الغنائم يعني، فأن لله خمسه وللرسول خمس الغنائم وجزية أهل الكتاب من اليهود والنصارى وصدقات أغنياء المسلمين ما لا يجبى للملوك إلا بعضهم، بل ووصلتهم هدايا الملوك، بعث إليه الملوك بهداياهم، أهدى إليه النجاشي وأهدى إليه المبرقس وغيره من الملوك والعظماء والرؤساء، قال: فما استأثر بشيء منهم. صفي الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد رفيع القدر. قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. في آخر أسبوع من شهر صفر، وبعد أن رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج بشهرين، وبينما كان راجعا من جنازة حضرها في مقبرة البقيع، أحس النبي صلى الله عليه وسلم بصداع، صداع في رأسه، صداع شديد لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، يعني مرض شديد. فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعني مرضه مضاعف، لماذا؟ ليزيد أجره صلوات ربي وسلامه عليه. وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض في الأسبوع الأخير، ثقل. فانتقل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يحمله الفضل بن عباس رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، عاصبا رأسه من الألم صلوات ربي وسلامه عليه، تخط قدماه في الأرض، تخيل من شدة ثقله وتعبه، حتى دخل في بيتها رضي الله عنها، فقضى عندها آخر أسبوع من حياته. وقبل 5 أيام من الوفاة اتقدت الحرارة في بدنه صلوات ربي وسلامه عليه، فاشتد به الوجع وأغمي عليه، ثم استيقظ وذهب إلى المسجد وعرض نفسه للقصاص. على من؟ على الصحابة، تواضعا منه، وإلا فهو ما فعل لهم من الخير، لكن تواضعا منه صلوات ربي وسلامه عليه، يقول لهم: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، يعني يأخذ حقه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليتقد منه، يعني فليأخذ حقه، وهو ما فعل لهم شيئا، وهم يفدونه بأمهاتهم وآبائهم، ولكنه تواضع منه صلى الله عليه وسلم. ويوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام، ومع ما كان به من شدة المرض، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس جميع الصلوات إلى ذلك اليوم، منذ بداية المرض إلى هذا اليوم، كل يوم هو يصلي جميع الصلوات بالصحابة. وقد صلى بالناس في ذلك اليوم صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب، لكن عند العشاء زاد ثقل المرض بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد، وكلما أراد الخروج أغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. ويوم السبت أو الأحد، يعني قبل الوفاة بيوم أو يومين، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأشار إليه بأن لا يتأخر، فأجلس الرجلان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يسار أبو بكر بحيث يكون النبي عليه السلام هو، قال: فكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع الناس التكبير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي. قبل يوم الوفاة، يعني في يوم الأحد، اعتق النبي عليه الصلاة والسلام غلمانه وتصدق بسبعة دانير كانت عنده، ووهب للمسلمين أسلحته. وفي الليل استعارت عائشة رضي الله عنها الزيت للمصباح من جارتها، وكانت درعه مرهونة عند يهودي. وفي آخر يوم، هذا آخر يوم من حياته صلى الله عليه وسلم، وبينما المسلمون في صلاة الفجر يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، تفاجأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف ستر حجرة عائشة، حجرة عائشة رضي الله عنها بيته عليه الصلاة والسلام كان مقابل المسجد، بينه وبين المسجد ستر، فكشف هذا الستر النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر نظرة الوداع، نظر إلى الصحابة وهم واقفون يصلون صلاة الفجر، فتبسم يضحك. أبو بكر رجع إلى الصف يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخرج إلى الصلاة، وكاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم من هذا الموقف، يعني كادوا يتركونها، يتركون الصلاة ويذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرحا به،
ظنا منهم أنه شفي، ظنا أنه سيرجع إليهم، ظنا أنه سيصلي بهم مرة أخرى، فأشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بيده أن أتموا صلاتكم، يعني مكانكم، إنه أراد أن يلقي عليهم نظرة الوداع، يودع أهله وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. وكانت هذه هي آخر نظرة بينه وبين أصحابه، آخر نظرة بينه وبين أحبابه، بين تلاميذه. وفي البيت رأت فاطمة رضي الله عنها ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه، فقالت: وا كرب أباه. فقالها النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيه كرب بعد اليوم. ودعا الحسن والحسين رضي الله عنهما فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن، وطفق الوجع يشتد ويزداد، وقد ظهر أثر السم الذي وضعته له اليهودية بخيبر، حتى كان يقول: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر. وأوصى الناس، قال: الصلاة الصلاة ما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة ما ملكت أيمانكم، كرر ذلك مرارا. أخي الكريم أختي الكريمة، ثم جاءت لحظة الاحتضار. بدأ الاحتضار برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسندته عائشة عليها وأخذ يتسوك، وجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وما عدا أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم السواك حتى رفع يده أو إصبعه، وانصرف بصره نحو السقف، وتحركت شفتاه بكلمات. تقول عائشة: فحاولتني عائشة أن تصغي إلي، فأصغت إليه وهو يقول، إذا النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم آخر كلمات، قال: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، وكرر عبارة الرفيق الأعلى 3 مرات، الرفيق الأعلى. ومالت يده وسقطت، فلحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى سبحانه. إنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى الله على نبينا محمد، صلى الله على ذلك النبي. أخي الكريم أختي الكريمة، يا من فقدت حبيبا، يا من فقدت قريبا، يا من فقدت مالا أو صحة، خفف مصابك بمصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أكبر المصائب، وهون عليك، واجعل الهدف والنية الملتقى معه في الفردوس الأعلى، واجعلها هي غايتك، واعمل لها، وبإذن الله أنا متفائل أنه سيشفع لك يوم القيامة وستدخل الفردوس الأعلى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، والحمد لله رب العالمين. حياته العطرة وسيرته الندية صلوات ربي وسلامه عليه قدوة لكل واحد منا، قدوة للصغير والكبير، قدوة للشاب، قدوة للجميع، قدوة للقائد، قدوة للحاكم، قدوة للقاضي، قدوة للمعلم، قدوة للغني، قدوة للفقير، قدوة للجميع، قدوة للأب، قدوة للمربي، قدوة للجميع صلوات ربي وسلامه عليه، قدوة للمريض، قدوة للداعية، قدوة للعالم، قدوة للمصلح، قدوة لكل من يريد إصلاحا ويريد بأمته خيرا. فالله الله أن نمضي على سنته، وأن نسير على نهجه، وأن نقتفي أثره. الله الله أن لا نحيد عن سنته صلوات ربي وسلامه عليه. الله الله أن نعبد الله كما كان يعبده عليه الصلاة والسلام. الله الله أن لا نبتدع في ديننا. من النعيم النفسي يوم القيامة لقاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلقاه على الحوض. يا الله، ما أسعدنا بذاك اللقاء. في الهجرة سمع أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مكة مهاجرا، ولكنهم لا يعرفون متى سوف يصل المدينة، فكانوا يخرجون في كل يوم، يخرجون ينتظرون من الصباح إلى أن يتعبهم حر الظهر وأشعة الشمس فيرجعون إلى بيوتهم، ما يعرفون متى يأتي، وهكذا كل يوم من الصباح إلى الظهر ينتظرون طلته البهية عليهم لكي يروه بعض المرة الأولى، ما رأوا قبل ذلك. فلا تسأل عن فرحتهم وسعادتهم يوم أن رأوه في لحظة فجأة هكذا وصل إلى المدينة. جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. أخي الكريم أختي الكريمة، إذا أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا فسوف تراه يوم القيامة وتشرب من حوضه. والرسول صلى الله عليه وسلم له حوض كبير جدا طول مسيرة شهر وعرض مسيرة شهر، له ميزاب يعني مصب يصب فيه من الجنة ينزل، وفيه آنية كعدد النجوم، طعمه أحلى من العسل، لونه أبيض من اللبن، ولو شربت منه شربة واحدة فقط شربة واحدة فلن تظمأ بعدها أبدا، لن تحس بالعطش. والرسول عليه الصلاة والسلام يفرح أنك ستشرب من هذا الحوض، فهو يدعو أمته للشرب الآن. بالله عليك، ما هو شعورك عندما ترى نبيك هناك؟ تراه وأنت تمشي إليه، تنظر إليه،
تنظر إلى الذي كثيرا ما كنت تصلي عليه وتسلم عليه، وما جاءك الخير إلا على يديه. هذا حبيبك الذي طالما كنت تسمع عنه، الآن أنت تنظر إلى وجهه الجميل المستدير، إلى وجهه الأبيض المشرب بحمرة، إلى لحيته الجميلة، تنظر إليه صلى الله عليه وسلم. أليس هذا نعيما نفسيا؟ بلى والله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.